عراقي، جديدك ايه في صفقات النادي الاهلي؟ وبالتاكيد عايز ابدا معاك بمحمد علي بن رمضان. بس دخل نادي جديد على الخط. نادي الوحدود السعودي دخل على الخط. يعني مش عارف بصراحه برضو، مش عايز الوم مسؤولين داخل النادي الاهلي بصراحه في قصه الصفقات، لان لما نيجي نبص للامانه الناس دي على مستوى، سيبك من البطولات، لما نيجي نتكلم على نجاحات الاهلي مش احنا هنقيم كده كده الاهلي على مستوى البطولات ما شاء الله عليه، يعني نمسك الخشب يعني. بس على مستوى الصفقات كمان نمسك الخشب. يعني انت لما تيجي تبص لاخر الصفقات الاهلي جابها في السنين اللي فاتت، الطريقه اللي الاهلي بيجيب بيها الصفقات من ساعه ما جه كولر طريقه مختلفه خالص، بعيدا خالص عن قصه الكم. ايوه الاهلي بيتعامل دلوقتي بطريقه الكيف. كل الصفقات تقريبا اللي جت في السنين الاخيره صفقات بتلعب بشكل اساسي. لما نيجي نبص الكهرباء قبل مشكلته كان لعيب اساسي، لما نيجي نبص الامام عاشور، لما نيجي نبص لمروان عطيه، لما نيجي نبص لعمر كمال عبد الواحد، انت بتتكلم كلهم لعيبه، اسامه ابو علي، بتتكلم لعيب بيجي يشارك. مع العلم ان لما يجي لك لعيب مصري او افريقي او عربي ويلعب على لعيب داخل النادي الاهلي ده امر مش سهل، لان انت جايبه على لعيب احسن لعيب في مصر وفي افريقيا، فبالتالي ده امر صعب جدا. فبالتالي قصه الصفقات داخل النادي الاهلي بصراحه بتدار بشكل كويس. بالمناسبه الموسم الاخير اللي هو شغال لسه شغال ده، اكتر ثلاث لعيبه شاركوا في اهداف في النادي الاهلي سواء وسام امام، وسام وامام وعمر كمال، وعمر كمال وعمر يعني كمال لا عمر كمال موضوع حقه خلي بالك. فاحنا النهارده بنتكلم كسياسه عامه، سياسه هايله، ولكن من ضمن السياسه دي من كتر ما انت بتشوف صفقات كتير وبتحاول مع لعيبه كتير، فساعات وبرده عشان القرار دلوقتي داخل النادي الاهلي بقى قرار معقد شويه، ما بقتش قصه المدير الفني يختار زي ما هو عايز، ما بقاش في الكلام ده خلي بالك. واللي خلص الكلام ده موسيماني، يعني موسيماني بعد قصه مكيسوني وسفيان رحيمي وكذا قصه كده يعني لا داعي لذكرها دلوقتي. يعني الاهلي قال لك لا، مفيش مدير فني ايا كان هو مين وايا كان قيمته وايا كان بطولاته هيجي يقول لك ايه هنجيب فلان ونمشي فلان. على فكره كولر ده طلب في وقت من الاوقات اخر توفيق يمشي، ودلوقتي بيلعبوا اساسي وبنعمل لعيبه عنده. فاذا انا النهارده ولا همشي لعيب عشان مدير فني، ولا هجيب لعيب عشان المدير الفني طالبه. بس في ثلاث جهات دلوقتي بتختار الصفقات. المدير الفني اللي هو كولر، السكاوتنج اللي هو اساسا بيرشح اللعيبه، الاداره اللي بيرأسها كابتن هاني رمزي، ولجنه التخطيط وكابتن محمود الخطيب بما انه مشرف من مجلس الاداره. عشان تمر على الثلاث مراحل دول الموضوع بياخد وقت. والاهلي كان بيعمل حاجه غلط دلوقتي ابتدى يتداركها. ايه هي؟ يجي يقول لي مثلا ايه، انا عايز مثلا عاجبهم محمد علي بن رمضان، عاجبنا. قبل ما يبتدي يتكلم معاه وقبل ما يشوف حاجه عايز موافقه المدير الفني عشان ما يخشش يتفاوض معاه بعد كده ايه المدير الفني يقول له لا، المدير الفني يقول له لا، فيقول له مثلا ايه، يروح يقول له كولر محمد علي بن رمضان، فكولر ياخد وقت قبل ما ايه يبص عليه، عشان كولر كمان المدربين اللي بيبص كتير، مش هبص على فيديو واقول لك تمام، لا ده هو حاطط سيستم 15 ماتش، يشوف 15 ماتش متتالي. فيقول له مثلا ايه محمد علي بن رمضان، فيقول له اوكي عاجبني، فيبتدي يتفاوض. فهو مثلا كان متخيل ان محمد علي رمضان هيجي مثلا بمليون دولار، يلاقي النادي بتاعه طلب 3 مليون دولار. فبعد ما كولر وافق، اداره النادي الاهلي تيجي تقول له ايه؟ لا معلش مش هنعرف نجيبه، خش على الخيار الثاني والثالث. اللي هو انت ده حصل قبل كده مع مين؟ مع موليكا بقى واكثر من لاعب لو تفتكر. اللي هو انت عشمتني ليه؟ عشمتني. فالاهلي قلب الايه. بقى يعمل ايه؟ النهارده اداره السكاوتنج مرشحه لعيب. يدخل يتفاوض مع اللعيب. يتفاوض معاه. نادي ايه؟ طب طالب كذا، اوكي. النادي طالب شوف يا عم كولر. وكولر يقول يا لا. فخلاص الموضوع كده اتعادل، الاهلي خلاص ابتدى يتعامل بالشكل ده. فمحمد علي بن رمضان الراجل من اول خالص، من ساعه الجلسه اللي هي مش اللي فاتت دي، الجلسه اللي قبلها اللي كانت مع كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط، قال لهم هتمشوا اليو ديانج، عايز واحد من اثنين، مكوينا لاعب صن داونز او محمد علي بن رمضان. هو الراجل اساسا كان ايه طالب هاي. تمام. هتيجي تقول لي دلوقتي محمد علي رمضان خارج اطار البادجت بتاع الاهلي؟ خارج اطار البادجت. عمر الاهلي ما كان يتخيل ان هو ممكن يدفع 2 مليون دولار او اكتر في لاعب في محمد علي بن رمضان عمره. ولكن بسبب اصرار كولر، كولر على فكره محمر عيني الفتره دي. ضاغط محمر عيني، وخلي بالك ده مش كلامي. الله ينور عليك. ده قالها في المؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي اللي هيمشي المترجم. ان هو النهارده الصفقات لو ما جاتش بالشكل اللي هو عايزه همشي. قال لهم كده في الغرف المغلقه. وفي نفس الوقت قالها في وسائل الاعلام ان هو ايه متضايق او يعني ابدى غضبه من قصه الايه الصفقات. فبالتالي الاهلي هيلبي لكولر كل طلباته. على فكره يحيى عطيه الله ما كانش الخيار الاول للنادي الاهلي. جمال الشماخ فعلا كان الخيار الاول لاداره النادي الاهلي. ليه؟ عشان صغير في السن. قال لك انا جددت لعلي معلول، لما اجي اجيب ظهير ايسر اجنبي تاني اجيب ظهير ايسر صغير، مش هجيب واحد عنده 30 سنه. بس كولر قال لهم لا، انا عايز يحيى عطيه الله، لان انا عايز لعاب يجي يلعب ايه على طول، ينزل المعركه على طول زي ما بيقول. وبالتالي الاهلي بعد ما كان خلص كل حاجه مع جمال الشماخ، سيبك من كلام وكيله والكلام ده، ابتدى ينفذ رغبه كولر. ولو تاخد بالك ان الاهلي خلص يحيى عطيه الله في الليله بتاعت اجتماع كولر وكابتن محمود الخطيب. أيوة. ليلتها. ايوه تمام. وفي ليلتها
اكد لهم مكوينه مش نافع خلاص صن داونز عايز عشان جدد عقده جدد مكوينه جدد صن داونز جدد لا وجاله عرض من الوقر تقريبا القطري تقريبا برقم كبير جدا اترفض صن داونز مش هيبيع حد مش هيبيع ومش هيبيع الاهلي وحتى لو هيبيع مش هيبيع الاهلي ماشي فبالتالي محمد علي برمضان الاهلي دلوقتي ابتدى يعلى بالبادجت وبتاع بس هيجيبوه ما عندهمش خيار محمد علي بس للاسف لا ما هو دلوقتي الاخدود دخل بقى على الخط فاحنا النهارده بنتكلم في نادي سعودي فممكن يرفع على الخط فممكن يرفع كان الاهلي كان لازم ينهي الموضوع خلال الفتره اللي فاتت قبل ما نادي الاخدود يتدخل خلي بالك الانديه السعوديه كان عندها مشكله الفتره الاخيره لان الانديه السعوديه ما كانتش لسه واخده الكونفيرم على الميزانيات فكان ممكن انت تخلص صفقات كتير الفتره اللي فاتت الكونفيرم وصل او ابتدى خلاص ايه السيستم يتحط مش للكل بس ابتدى ايه خلاص انديه كتير تبتدي تلحق نفسها الاهلي هدفه ايه الاهلي هدفه مهاجم اجنبي جناح اجنبي لسه الاهلي بيفكر يجيب جناح اجنبي وطبعا لاعب في خط الوسط كده خلاص هو امنه خلاص الدفاع بيه حياته الله وبيوسف ايمن ما عندهمش مشكله ومركز حراس المرمى مش هيتم تدعيمه هو ده يعني اخر مستجدات الصفقات